عايز أقول لك على حاجة جميلة وخبر جميل في حياتك الروحية في الفترة اللي جاية، تاخد بالك منه جدا. أما يد المجتهدين تغني، يعني إيه؟ يعني يد المجتهد الشخص اللي بيجاهد مع النعمة ربنا بيغني كتير. شوفوا كده في تكوين 26 يقول الكتاب: وزرع إسحاق في تلك الأرض فأصاب في تلك السنة 100 ضعف، وباركه الرب فتعاظم الرجل وكان يتزايد في التعاظم حتى صار عظيما جدا. تكوين 26:13. لازم تعرف كويس جدا انك لمجرد انك تجاهد ربنا حيزود النعمة، بس في فكرة لازم ناخد بالنا منها، النعمة ما تتقاسش بالجهاد خالص، لانه ممكن يكون جهادنا قليل لكن ربنا يغرقنا نعمة، ربنا يزودنا نعمة 100 ضعف. ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي. خد لبالك الساقي والغارس ليهم لازمة، لكن تخيل بقى بدون النعمة مفيش نمو. يعني لازم في جهاد، لازم اجتهد، لازم اشتغل. سمعان القيرواني لما اخدوه كده في طريق الصليب، طب ما هو المسيح شايل الصليب والصليب تقيل، حتى لو كانت المسافة القليلة 100 متر ولا 200 متر، لكن كانت بالنسبة لسمعان بركة كبيرة وقصة حياة جميلة في حياة سمعان في الكتاب المقدس. فالقداس كيرلسي بنقول كده في صلاة الصلح: السررت بنا نحن الضعفاء الأرضيين أن نخدمك. يعني وانت فرحان أن احنا بنخدمك يا رب، لا من أجل نقاوة أيدينا، لم نفعل الصلاح على الأرض. يعني أنت فرحان بخدمتنا بس مش علشان نقاوة أيدينا، علشان إحنا بنجاهد، نحاول نطلع لقدام، نحاول بنبص لفوق ونبص للأبدية على قد ما نقدر بنجاهد. كمان الحاجة التانية لازم تعرفها أنه النعمة مش هتيجي غير لما يبقى في جهاد. يعني ما تقوليش أقعد متواكل، التوكل غير التواكل. يعني متواكل على النعمة انها تيجي وخلاص، واقعد نايم على السرير واصلي وانا بتاوب، ويعني اصلي مرة وما اصليش 10 وامشي على سطر و10. لا، خد لبالك التوكل على ربنا حلو، بس التواكل انك انت تقعد متكاسل وتغافل وقاعد كده محلك سر، مفيش تقدم في حياتك، ده مش صح. قديس مقاريس يقول كده: ما دام لنا زمان لنجد عزاء في وقت الشدة. لما تلاقي نفسك دخلت في شدة، دخلت في ضيقة، ودخلت في تجربة صعبة، اعرف ربنا بيقول لك وحشني صوتك، ليه بدري ما سمعتش صوتك، اتعب شوية، جاهد شوية. يعني لو وقفت بدل من 3 دقايق خليتهم 10 دقايق ما حصلش حاجة، لو بدل ما قداس خليتهم قداسين ما حصلش حاجة. بالعكس، جهادي ضد الخطية، جهادي في الحياة الروحية بيغرقني ربنا 100 ضعف. يعني مش ضعف ولا 2 ولا 3 ولا 10 ولا 50 ولا 80 ولا 90، يقول الكتاب 100 ضعف.